شفتها سيدها وهكا دخلت فيها انا سمعت غير هذيك الدرك تحس بالحجره محمد الحمد لله راني نتمشى بقدرة ربي هو كيرمي لي خورده غير الخورده اللي ما صالحاش رماها لي والحاجه الزينه داها اللي باقيه جديده عاد كيشريتها البوليس كانوا لاحقيني هما بروحهم داروا بانت لهم فيا قالوا لي داروا هذيك الاشاره هو بقى يضرب فيا بقى يضرب فيا انا داير هكا غير نطاطي وجهي صح وكرا هذه هذه كيشوفك بنادم يأثر عليك كيشوفك بلا وراقي وزيد غير كفوك كاين زمان اخوك عربي ونبدي حياه جديده بغيت نخرج هاد اسبانيا ما بغيتش نزيد نعيش هنا اخي محمد شحال في عمرك اخي محمد زيد 1992 يعني عندك 31 عام ما شاء الله اخي محمد بغيتك تعود للناس المتتبعين ديالنا والعالم كامل اللي غيشوف هذا الفيديو يعني كيفاش وصلتي انت هنايا في اسبانيا وشنو المشكل اللي طايح فيه وشنو محتاج ولكن هادشي غادي نعاودو ان شاء الله تدريجيا شويه بشويه فوالا غادي نبدا اول حاجه اخي محمد كيفاش احتجتي لهنايا في اسبانيا انا جيت الطريقه الاولى اللي خرجت من البلاد خرجت فيزا دفعت فيزا للانجليز شفت فيزا الانجليز مشيت للقنصليه نتاع الرباط هزيت هذيك الفيزا مقبوله هذيك الفيزا عطاوني الفيزا هزيت هذيك الفيزا جلست موراها عيطت مع الوالدين ديالي عيطت معاهم العيد الصغير هزيت صوالحي هزيت واحد الفاليزه انا قلت للوالده ما نديش ما بقات دي معك قسوه قلت لها ما ندي والو انا خصني نمشي من صافي شمن عام هذا اخي شمن عام هذه في 2019 يعني 2019 دخلت لاوروبا 2019 دخلت لاوروبا وبقيتي في الانجليز ولا جيتي بحالك الاسباني بقيت واحد المده في الانجليز ضربت 3 شهور ريحت تما واحد 3 ايام ولا لقيت الخدمه تما تيسرت على الصرف ديما الكونت تبارك الله فيه خدمت الحمد لله زعما واش هي الدراري اللي خرجوا من تمايا كاين واحد ولد عمي بعدا ديجا كان داير فراسو كان داير راسو بلا غادي يخرج يمشي داير فراسو عنده صحابه الله يسهل عليه عنده صحابه في فرنسا كان داير على فرنسا يخرج لها وانا بقيت مع واحد الدراري اخرين عاود دايرين فراسهم في اسبانيا اللي كترقل الوراقي 3 سنين كتهز الوراقي ديالك صافي ولد عمي كي مشى قبل مني في شهر وانا زدت موراه شهر قلت علاش حتى انايا غادي نخلص هذه الخلصه كنت خدمت في واحد الريستورا قلت غادي نخلص هذه الخلصه غادي نخرج من هنايا نشوف باش كي ندير الطريقه باش نخرج من تمايا هذيك هي خرجت من تمايا جيت ديريكت خرجت لفرنسا يا ربي جلست عند عمي جلست عنده واحد 15 يوم هكا ولا صافي قلت له عمي خصني نمشي قال لي واه ولدي روح بعدا دير البروفا دير البروفا ديالك تمايا ودير شهادة السكنة يعني هنايا في اسبانيا ودير شهادة السكنة حتى لا ما عجبكش الحال تمايا ولا رجع عندي هنايا صافي انا كي جيت هنايا لقيت الحمد لله خدمت لقيت الخدمة بقيت خدام شمن مدينة جيتي ليها؟ جيت في الاول طحت في ليريدا من بعد مشيت لفراغة فراغة هي اللي داير فيها شهادة السكنة هي اللي طولت فيها وخدمتي فراغة. الحمد لله الامور تيسرت الحمد لله كنت خدام كنصر في جيبي الحمد لله نصيفط المالين الدار البركة ديالهم كنعاونهم في سبيل الله هما ضروري للوالدين هذيك هي الوالدين اساس هو الوالدين ولكن موراها تسلطت عليا واحد الاكسيد وكتابت مكتاب قدر تاع الله اللي قلبت لك حياتك كامله هي اللي تقلبت عليها كاع تقلب لي المجاج كاع درت هذيك الاكسيد وصافي شنو بغينا نعرفو كيفاش انت ما عندكش الوراق ومشيتي درتي اكسيدو شنو الاكسيدو اللي درتي هذيك الاكسيدو هزيت اللوطو نتاع خالتي قلت لها عطيني سوارت هزيت اللوطو قالت لي بقى في وسطها ما تحركش اللوطو زعما بقى في وسطها انا كي قبضت السوارت خاصني ضروري هزيت اللوطو راك عارف لي جون بنادم جون يخرج يبان له يتحرك مشيت هزيت اللوطو مشيت نتحرك صافي البوليس بقاو لاحقيني البوليس انا خفت ما عندي لا بيرمي لا ما عندي وراقي هنا نتاع اسبانيا خفت مشيت هربت لهم بهذاك الخوف بقيت حاضي في لوفت بروفيسور علاش البوليس بقاو لاحقيني البوليس كانوا لاحقيني هما بروحهم داروا بانت لهم فيا قالوا لي داروا هذيك الاشاره انا عطيتهم الطريق باش يفوتوا كنت في واحد دوبل فوا تمشى ما كاملاش 90 100 نورمالمون ماكسيموم 120 انا بقيت ساعات خليت لهم لي سباس باش يفوتوا داروا هذيك اشاره باش نوقف انا ما بغيتش نوقف لهم
انا قريت لهم في الاول الامان، درت لهم السينيال بلا غادي نوقف. خطره وحده هربت لهم، مشيت هربت، ديكلاراو واحد اللوطو اخرى، قاموا مورايا هذيك اللوطو اخرى، مورايا دخلوني لهذيك المدينه ديريده بيبلو ديريده، تما صرات الاكسيد، تما بقيت حاضي في لوطروفيزور ونسيت قدامي، ما بقيتش نشوف قدامي، ويمكن كان ستوب اشاره في الاحمر، دزتها السيد هاود هكا دخلت فيه. انا سمعت غير هذيك الدرك حتى هذيك الستوب ما شفت والو، انا حرقت الدرك مره، واه سمعت هذيك بهذيك السرعه، سمعي هذيك الدر، تما دور اللوطو دارت بيا. اللوطو جات في واحد الجهه اخرى بانتيرلي، طلعت انتيرلي، اللوطو نتاع السيد طلعت في واحد الجهه هذيك كان هابط هكا للستاسيون، طلعته هكا بهذيك السرعه صافي. جاو البوليس، جات بزاف نتاع البوليس، جاو شي ما نعرف واحد السيد كان داير فيديو تمايا، راهم داروها حتى في جورنال، واحد السيد كان داير تمايا الفيديو، قال لي راها شي 40 بوليسي اللي حسبتها جات تما في هذيك الاكسيدو هذيك. ولكن اخي محمد شوف انت عارف بلي يعني راه يعني درتي واحد الحاجه اللي ما خصهاش دير، ما خصهاش دير. اول حاجه عندك قدك ما تزيدش الطوموبيل، قالت لي ما تزيدش بها، ما تزيدش بها في وسطها، وانت هزيتيها وزدتي يعني وما عندك لا رخصه السياقه، واصلا ما شي مقيم هنا قانونيا. واه ما عنديش، واش ماشي مشكل خطا كيوقع، حنا ما نأنبوكش يعني على هذا الخطا هذا، ولكن قدر الله ما شاء فعل. واش ملي عملتي هذيك السيده شنو وقع لك من الطوموبيل اللي ضربتيه؟ وقع له شي حاجه؟ هذاك من طلعت كيقولوا له طلعت للكوميساريه، بيتوني نهار، بيتوني يا ربي ما كملاش نهار في واحد الكوميساريه، ونقلوني لواحد الكوميساريه اخرى فين نعست. من نعست عندهم غدوه ليه الصباح داوني للمحكمه حتى العشيه، يا ربي ماشي حتى الصباح، حتى العشيه داوني للمحكمه. خرجت داوني للمحكمه، قالوا لي كي صرا لك هربت؟ قلت لهم هربت على حقاش ما كانش عندي الوراق، ما عنديش كذا، هربت، خفت، هربت. هذيك هي من بقاو عليا. شوف هذه الى هذاك مول لوطو كان في حاله خطيره غادي يعطيوك الحبس مؤقت، الا كان بقى في السبيطار غادي يعطيوك الحبس مؤقت، بصح الا خرج غادي تخرج، ولكن الا خرج وغادي تخرج ما عمرك دير شي ديفو عندك، دير شي بروبليما هنايا في اسبانيا، تقدر تضرب الحبس وتمشي للبلاد من الفوق. انا بقيت هاك كتمشي لفيرميلهم، دايرين لي الاونوكينسي، كان فيرميلهم هذاك الاونوكينسي. ولكن شنو وقع لديك السيد؟ هذاك السيد خرج من السبيطار، وقع له والو؟ يعني ما وقع له والو؟ ما وقع له والو. بعد شنو دار معاك؟ بقات تمشي تفني عندهم كل نهار واحد ونهار 15. سي قالوا لي ما تجيش تفيرمي الاونوكينسي، نجي نقلبوا عليك. الكابتور نقلبوا عليك فين ما كنت ونقبضوك ونحبسوا البلاد الثاني عاود هذا. يعني كيفاش خرج هذا الموضوع هذاك في الفينال ديالها فين خرجت؟ هذه دروك التالي كنت في فراقه، وليت نخدم عاود، واحد مول الدار كان كاريلي واحد العربي تعدى عليا ضربني، انا ما بغيتش ندابز معاه، هو بقى يخطف لي الفلوس من يدي، خطف لي تريسينتو سيكوينتا قلحها لي من يدي صحه، 350 الاورو قلحها لي من يدي صحه، وزاد بقى يضرب فيا، وهو ما كانش خالص غير شهر تاع الكرم، ما كانش خالص شهر ودا لي الفلوس. قلت له علاش غادي تدي هذيك الفلوس كاملين؟ خلص 200 اورو عطيني 150 اورو، هو بقى يضرب فيا، بقى يضرب فيا، انا داير هكا غير نطاطي وجهي، نطاطي وجهي شفت راسي الدميسي اللي موجي صافي، سمحت قلت له اصبر هنايا، ما بغيتش نطاكي على راسي، داري لي هذيك ما عمرك ودير شي ديفو صغير، انا كنت دابس هو عنده لورا غادي يربحني، اللهم خلي هكا يضرب، قلت في خاطري غير يضربني ما عليش، لحقاش انا خايف الى هذا عربي ديالنا، وهذا عربي ديالنا، وطرطقني نيفي هنا، راه حتى مشيت للسبيطار راه عندي الورقه نتاع السبيطار، وراني عندي الوراقي باش دعيتو، عندي السبيطار من كان طرطقني فيه راهم داروا له بحال هكا جوج طرطيقات باش ردوه لي، كان عوج وضربني هنا، ما عرف كان داير السوارت في يده ولا شو، هنا واحد شو سيكرافات ولا هنايا زروقيه، المهم تعدى عليا صحابه، ما نقدرش ندافع على راسي، انا نقدر ندافع على راسي، ويقدر حتى هو ينضرب، ولكن انا بقيت نخمم الصوالح اللي كاين هنا، ما تقدرش. وزادوا خرجوا لي هذيك الاونوكينسي صافي. ملي تعيتي شنو صورتي شي حاجه من موراها؟ مازال ما يتخص عاود تولي يوصلوا هذيك الشكاوات، هو عاود ثاني عاود شكا ما نعرف واش يكون قال لهم تمايا. ولكن كاين شي شهود؟ كاين هو ما عنده، هو اللي عنده الشهود في الدار، جزائريين ولاد بلاده، المهم ولاد بلاده،
شهدوا معاه ما نعرفوش راه داير في الدوسي ديالو. لحقاش عيطوا لي غوارديا سيفيل وليت عيط لهم قالوا لي درك نوليو نسونيو لك ما زادوا الصوناولي يمكن مشى هو شكا حتى بصح حتى شكيت انايا بنهار موراه من نهار موراها هو مشى يشكي. دابا اخي محمد يعني في الفينال ديال هذا الشيء هذا يعني شنو المشكل اللي وقع لك دابا انت اصلا؟ حتى الكسوه كي جاتك داها لي سبنديره دايره 85 اورو شاريها داها لي العلب 65 اورو شاريها داها لي دا لي شي كسوه وجاو معايا غوارديا سيفيل انا خفت نطرح شي مشكل خرج جبت معايا غوارديا سيفيل زعما باش يدخلوا معايا بقاو واقفين في الباب وهو كيرمي لي خرده غير الخرده اللي ما صالحاش رماها لي والحاجه الزينه داها اللي باقيه جديده عاد كي شريتها جواك شي جوج ولا جواك زين ما قلتيش هادشي للبوليس ما قلتها لهم قال لك الا عندك شي واحد صونيلو زعما صونيلو يقدر يرد لك هاد الصوالح اللي باقيين تماك زعما الدوله هاد الدوله ما نفعتكش ما نفعتنيش واخا مشاو معايا نورمالمون يدخلوا معايا ونهز الصوالح هادو كاع ديالي ما ديش نخدمتو شي لا في حاجه بقاو برا عند الباب هو يرمي لي قلت لك في الخرده ديالي الحاجه اللي ما صالحاش وهذيك الخرده وسمحت بدي ما راني بداي واحد التبديله ولا انا حتى هاد التبديله وغادي نمشي نصدقها لشي ناس ونبدي حياه جديده بغيت نخرج هاد اسبانيا ما بغيتش نزيد نعيش هنا. هادشي بغيت نقول لك خي محمد اسي خليها شوف بغيت نقول لك خي محمد تبديل. يعني سمحت فيها في واحد الدار مسكين ديبان يعني واحد السيد ديبان يعني ما نعرفو شوف الخير كتلقاه في البراني ما نعرفو ما والو دخلني لدارهم ومزوج الديكاورية ودخلوني مساكين بت عندهم يومين الحمد لله الحمد لله الحمد لله راني تمشى بقدرة ربي ورا ما عرفتش حسيت بالحقرة بحقره. الحمد لله انا ما محقورش كاين سيدي ربي بصح حقره هذه كيشوفك بنادم ياثر عليك يشوفك بلا وراقي وزيد غير كفوك كاين زمان اخوك عربي وهضر معايا وتكلم معايا الا بغيت هذوك الفلوس كاملين يديهم علاش تضربني زعما هذه رجله تضربني زعما عارف الدوسي ديالي نتاع الاول اللي عندي اكسيد وعارف ما عنديش الورق وتزيد تضرب فيا عارفك وتزيد عاد لا فامي تما تقدرش تمشي عندهم ترقب عليهم نورمالمون هما يدبروا عليك يسقسيو عليك عارفينك راك خرجت من الخدمه وانا كنت خدام في واحد لامبريزا ونورمالمون ندعيهم هذيك لامبريزا فيا ما ندعيهم عندي البروف عندي كل شيء ما بغيتش ندعيهم ما بغيتش نطرح المشاكل للراجل خالتي اللي كاين هو اللي دخلني لهذيك هذيك الخدمه يعني سمحتي في حقك سمحت في حقي باغي غير نخرج انايا باغي نخرج خويا محمد دابا انت شنو اللي جابك لهنايا لبرشلونه؟ انا جابني لبرشلونه كنت باغي جاي انايا كانت عندي ورقه نقطعها ونقطع نتاع التران نقطع ورقه ملي ريده لواحد البيبلو تفوت طراغونا انا قلت خدمت مع هذاك السيد القصبات بوريكوليت نهار جبت 10 نتاع الفاخويات جبت فيهم 30 اورو خلص عليا هذيك ال 20 اورو اللي قطع لي هذيك زعما كراخيطه خلصها وزاد عطاني 5 اورو في يدي مشيت شريته بوكاديو يعني قلت لي هذيك 30 اورو ديريكت ما بديتي معاه والو دخان ما قلت لها لي وغدوه ليه ما جاش غدوه ليه صباح راقد وقال لك خصني الشيفور ما نبقاوش حنا غاديين غادي نبقى التراني يدير علينا الروطا بالنسبه للدوش شحال ما دوش هادي سيمانة ولا فايت ملي خرجت من فراغا ما درتش بالدوش ما دوشتش بدلت غير هاد الكسوة بدلتها خطرة بدلتها لحقاش ما عنديش كسوة خصني نصبن هاد الكسوة اللي عندي عاود جايب تبديلة الليلة البارح فين بدتيها؟ الليلة البارح بدتها طراغونة مشيت بحر هي باش دوشت كنت ما بدوشت مشيت للبحر مشيت غطست تما هذاك هو الدوش ديالي نتاع البارح ضربت واحد جوج غطسات دخلت وليت ريحت في الشميشه وليت الشميشه بهذاك العيا والماكله ما كانش شدتني عيني ونولي ندخل للبحر تما باش الصباح كي صباح الحال مشيت للقنصليه هزيت الباسبور ديالي من تما باش جيت هنا. خي محمد لحد الان عرفنا القصه ديالك كامله والمعاناه ديالك كامله اللي دوزتيها الله يحسن لك العون غير من الوحده كتصيفطك الوحده ولكن هذا الشيء هذا بواحد الخطا وقع ولكن كما كيقولوا قدر الله ما شاء فعل. بغينا نعرفوا دابا اخي محمد يعني المشكل الكبير اللي عندك شنو هو؟ داري اللي خاصك تخوي داري اللي غوارديا سيفيل داري اللي ديسك بورسيون خاصك تخوي لنا البلاد منها وانا راني خايف شحال عطينا لك المده؟ مده فيها 15 يوم
تخوي ما ماشي لحد الان يعني انت طالبين منك هنا ما تبقاش في اسبانيا يعني تخرج انا بغيت نخرج باي طريقه. دابا نتايا اللي بغينا نوصلوا للناس اللي كيتفرجوا بغيتي شي مساعده يعني ولا شي راي ولا شي فكره كيفاش دير تخرج من هنا في باغي تمشي لبلجيكا ولا فرنسا تكون تخوي اسبانيا. بغيت نخوها في اسبانيا صافي خلي كلشي هنايا ونبدي حياه جديده في بلاد اخرى صافي. وشنو ما عرفتيش كيفاش درت تمشي ولا ما فهمتش؟ انا ما عرفتش دروك جاي هنايا جاي قلت انا كيما حرقت هذيك طراغونا لهنايا برشلونه قلت يمكن حتى انا غادي نفوت حارق عاود من برشلونه لفرنسا والساعه ما يعني خلصت. يعني دابا نتايا لفتي المده ديال 15 يوم هنايا تولي ديك الساعه تروشيرشي لا شدوك ردوك المغرب ردوني للبلاد وانا ما خصنيش نرجع للبلاد. انا ما نرجعش الا رجعت للبلاد راه الله يستر تصرى لي شي حاجه نقدر ندير فراسي حاجه ووالديا اكثر يمرضوا معايا وما ديش نقدم شي عندهم انا ما عنديش الوجه اللي نمشي عندهم. المهم انايا الله يستر ما نرجعش للبلاد ما نرجعش خوتي باش نعاود نشرح لكم يعني شنو بغى الاخ محمد اللي وقع له المشكل كيما عاود لكم هنا في اسبانيا. يعني عطاوه يعني المغادره يعني خصو يخرج من هذه البلاد في اقرب وقت تقريبا بقات له 3 ايام باش يخرج بحالو من هنا. فوتت في 3 ايام غيولي روشيرش يعني غير شدوه دوريات في الشارع غادي يشدوه وغيردوه للبلاد. دابا المطلوب منكم اخوتي اللي عنده تجربه ولا يعني الاراء ديالكم بغينا كومونتاريوز ديالكم الاراء ديالكم اللي كيعرف شي طريقه كيفاش يدير يمشي بحالو من هنايا فرنسا ولا بلجيكا باش ما يبقاش هنايا. هادشي اللي كاين سينو غادي يشدوه وغادي يرجعوه للبلاد وهادشي هو اللي ما باغيش وما باغينالوش حتى حنايا. هادشي كامل يعني هو ندم على ديك الخطا اللي ارتكبو وباغي يصحوه في مدينه في بلاد اخرى. هادشي اللي كاين اخوتي كنتمنى من الله سبحانه وتعالى هذا الفيديو هذا يكون عبره للناس اللي كيسوقوا هنايا يعني السيارات بغير رخصه السياقه ولا ما عندوش الاوراق. هذه كيكون اكبر مشكل تقدر تضرب فيها الحبس. اخوتي هادشي اللي كاين كنتمنى من الله سبحانه وتعالى نكونوا في الظراف وتشوفوا لنا يعني شي حل الاخ محمد التعاليق ديالكم وشكرا لكم بزاف.